كل الحاجات اللي اتفرجنا عليها كستين حلقة مملة فيها مط رهيب في الحلقات. بتتفرجي على الحلقة الأولى الثانية الثالثة ممكن تتفرجي على الثلاثين وانت في نفس ما حصلش تطور في الأحداث. فأنا كنت بزهق لما جالي السيناريو بتاع المسلسل أول 30 حلقة. أنا قريت أول 10 تقريبا أول في الأول أول 5 بعدين هو ده 30 وده 60 وانتوا بتشتغلوا. ما صدقتش ان هو في يعني المسلسل مكتوب كده خلاص. هو مكتوب 30 و 30 مش 60 على بعض. فالحدوته بتخلص في سيزون 1 وبعدين بعد سنتين او ثلاثه بتتكمل في سيزون 2. والاحداث مشدوده جدا يعني بما انها ورشه كلوك وورك تمبتيشن. فنهال ومحمد واحمد بيشتغلوا هما الثلاثه بالروح بتاعه الفريق وبتاعه محمد امين راضي برضو نفس طريقه الكتابه. هما كلهم عشان شبه بعض فخلاص متفقين في نفس الفكر. فانت بتقري الحلقه بتخلصي بتبقي عايزه تعرفي ايه اللي هيحصل بعد كده. ودايما فكره الاربع بنات او حواديت البنات قصص البنات الجمهور بيحبها جدا. واحنا بنتفرج نحب نتفرج على اي حاجه فيها ستات كتير وفيها بنات كتير. احنا كجمهور بنحب كده. فعجبتني اصلا الحدوته ان هم اربع بنات بيشتغلوا في كومباوند وكل واحده ليها حلم وفي الطريق كده بتتجر بشكل ما واحده واحده سرسبه تبقى بتعمل تلاقي نفسها متذبسه في نيله وبعد كده خلاص عارفه اللي هو الخطيئه الاولى تجر الثانيه تجر الثالثه وتبقي خلاص غرستي بقى وما فيش مخرج في الموضوع. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل. الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org